بالنسبة لي الأذكار التي أنا يعني أقول للإخوة والأخوات، اسمعوها مني جيدا. هناك أذكار شرعية تجدها في حصن المسلم، وبالمناسبة نترحم على مؤلف خطاياه رحمه الله تعالى، حيث توفي قبل 3 أيام أظن، مؤلف كتاب حصن المسلم الذي زرع الله له البركة والقبول. كنا دائما سبحان الله ناخذ نشتري من الحبوس، كنا كنفرقوه في سبيل الله صراحه، وكنا نوصي الناس بتلك الاذكار. في تقريبا معظم الاذكار التي في السنه، معظم الاذكار تقريبا، الريح، البرق، الشتاء، الدخول، الخروج، اذكار الصباح، المساء، بعد الصلاه، الخوف، كل اذكار تقريبا. حصن مسلم كتاب يسير لكن حوى وجمع كل الفوائد بفضل الله سبحانه وتعالى. كان يباع ب5 دراهم 3 دراهم، ولكن فائدته سبحان الله أجور مثل الجبال، سبحان الله العظيم. ألفه هذا الرجل رحمه الله عز وجل، توفي أظن قبل 3 أيام أو 4 أيام، يعني كانت النسخ تطبع بالملايين في كل أنحاء العالم. أوصي الناس به، أوصي الناس حتى يكون لكم طاقة إيمانية وطاقة نورانية، ويكون لكم حفظ وزاد بكثرة الأذكار، تكون لكم رفقة ربانية، ملائكة تذب عنكم وتحفظكم بإذن الله عز وجل. بكثرة الأذكار يصبح صوتك معروف في السماء، واسمك ورسمك معروف في السماء، لك من يذب عنك ويحفظك بإذن الله سبحانه وتعالى. حينما تكثر من الدعاء، الدعاء العام والمطلق والمقيد، حينما تكثر منه تصبح أنت معروف بفضل الله عز وجل عند ملائكة الله، عند المؤمنين من خلق الله عز وجل بفضل الله سبحانه وتعالى، ويجعل الله لك القبول. أكثر من الدعاء، قد تأخذ زادا فيقال لك قد كفيت ووقيت في عمرك كله بفضل الله عز وجل، وما يدريك قد يقال لك خلاص قد غفر الله لك، وما يدريك قد يقال لك لقد كتب الله لك الرضا والقبول، وما يدريك. لكن أنت ما عليك إلا أن تجتهد، أن تجتهد بصدق وبإخلاص، وأن تسأل الله توحيد الله عز وجل، مفهوم؟ ثم هناك أذكار إن غلب عليك الوقت، وإن غلب عليك ضاق عليك الوقت، أو ربما النفس وما شابه، حينما نطالع أذكار الصباح والمساء، هناك أذكار لها صلة بالأجر والثواب والرفعة، وهناك أذكار جاء الشارع بها حرزا ووقاية وحفظا من مس ومن عين وحسد وتصرف الجن والشياطين. فهمتوا هذه ولا ما فهمتوهاش؟ افهموا جيدا. الأذكار حينما أنا أتلو الأذكار وأقرأها وأتصفحها وأبدأ فيها، كنت أطالع وأرى، وأطالع وأرى ماذا؟ أن هذا الحديث صحيح، مبني على أجر وثواب، مقداره من قال هكذا غفر الله له من ذنوبه وإن كانت مثلا مثل زبد البحر. من قال هذا الذكر كأنه قرب 10 من لقاء ابن إسماعيل. من قال هذا الأجر مثلا، فلا يأتي أحد بمثل ما قال إلا شيء قال مثله أو زاد عليه. يعني تجد أن لها مثلا خاصية الأجر والثواب والرفعة في الأجر والثواب، لكن تجد مثلا ذكرا من قاله سيد الأذكار، مثلا من قاله دخل الجنة. تجد مثلا في ذكر من قاله الجنة، تقول ربي إن هذا إن عبدك سألك الجنة، فهي ترجو تقول هذا العبد أريد أن يكون في الجنة مثلا. هذا حديث صحيح الألباني، من قال في كل صباح مثلا 7 مرات اللهم إني أسألك الجنة، أو استعذ بالله 7 مرات من النار. إذن هناك مسائل أجور وثواب، لكن هناك في الجهة الأخرى الوقاية والحرز والمنع والحفظ من الأذى والجن والشياطين. مثلا من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أعوذ بكلمة التمشي مخسرة مرات وما شابه. إذا أنت عليك، أنا أحيلك أن ترجع إلى الأذكار وأن تبحث فيها وأن تكتب وتسطر ما هي الأذكار الصحيحة الثابتة التي رتب الشارع عنها أو عليها في قولها الحفظ والمنع من صلاة الفجر مثلا، أذكار الصباح، لأن هناك ذكر مهم عند دخول الصلاة في صلاة الفجر، هناك ذكر في المسجد حتى يقول الشيطان
كفيت ووقيت سائر، لقد هديت وكفيت ووقيت سائر اليوم، إضافة إلى من صلى في جماعة فهو في ذمة الله. لهذا ذكر عند دخول المسجد، حتى يريد الشيطان يؤذيه يقول ما بالك بعبد قد هدي وكفي وقي سائر اليوم. هذا في استثناء، يعني هناك أذكار استثناء عدد الدخول، لكن حينما تصلي صلاة الصبح مثلا الفجر وتجلس في مجلسك أو في مقعدك أو في مصلاك وتبدأ في الذكر، هناك أذكار لها علاقة بالحفظ من المس والعين والحسد، كالمعوذات مثلا وآية الكرسي مثلا والأذكار. إذا اكتبها وشاركنا فيها بإذن الله تعالى ودل الناس عليها وقل لنا ما هي، نحن نعلمها لكن نريد منكم همة حتى تحركوا بإذن الله عز وجل. فهيا إلى نفرق هذا. لماذا قلت هذا؟ الإنسان لابد أن يتعامل مع الذكر ومع ومع الدعاء بالفقه، بالفقه ما يسمى بالفقه، مفهوم؟ هذا فقه. يعني أنا أريد مثلا، أنا راقي عندي حالة وعندي ضيق وقت مثلا لكن أريد أن أكون في حفظ، ممكن أن أتي في 10 دقائق 5 دقائق أقوم أو أقل أقول بالأذكار التي أراها باعتقادا أنها حفظ وحرز، وأشرع في الرقية. عندي وقت سآتي بالأذكار كلها التي يقال فيها 3 فيها 7 فيها 10 فيها 100، وتحتاج إلى وقت، لكن فيها مسألة خاصة الأجر والثواب. وهناك أذكار تجمع ما بين الأجر والثواب وبين الحفظ والحرز والمناع، كمن قال في حينما يصبح يمسي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مفهوم؟ من قال 100 مرة يعني لا يقربه شيطان، وكانت له كذا وكذا كما في النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بغيتكم الآن إن شاء الله عز وجل، هناك كتاب حصن المسلم 3 دراهم 5 دراهم، أو على الإنترنت الآن أنقر أذكار الصباح والمساء وبين خاص مع تبيان خاصيتها وفوائدها، وفرق بين التي لها أجر وثواب ورفعة وبين من لها يعني خاصية الحرز والمنع والحفظ، وقل لنا ما هي. حينها إذا غلبك الكسل والخمول وضيق الوقت لا يغلبك الشيطان في أن تقولها بإذن الله عز وجل، لأن لا تأخذ منك إلا 5 دقائق أو أقل من ذلك. علم وش علم وش وصلت الفكرة؟ أنا غير الفكرة اللي وصلت عندي راه هذاك خير. هل وصلتكم الفكرة بإذن الله عز وجل؟ إذا وصلتكم الفكرة قل لي وصلت الفكرة بإذن الله سبحانه وتعالى.